يمكن من الفوز على فريق رجاء بن بلال. وكذلك هذه فرصة 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 جميلة. أوه الهدف الأول، والهدف الأول لفوز الفريق على المغرب عن الموالي بواسطة النيجيري طوني جوماريجوي، كيتمكن من تسجيل الهدف الأول يعني في غفلة من الدفاع ديال الفريق الراسي البيضاوي. تقريبا أقل من 30 ثانية اللي انضربت على البداية ديال هذه الجولة الثانية، السرعة ديال طوني جوماريجوي دخول داخل المعترك ويضع الكرة في الجهة اليسرى لمرمى الحارس أمين الوعد، وبالتالي افتتاح لجيل ديال هذا المباراة. فرحة كبيرة لجماهير فريق المغرب عن طوالي بهذا البداية القوية في هذه الجولة الثانية. طوني كيتمكن انه الاول في الدقيقة الأولى من بداية هذه الجولة الثانية. نتابع هذا الهدف اللي قلت بأنه جاء من غفلة ديال طوني، كيدخل داخل المعترك يوضع الكرة في الشباك. فرحة كبيرة ديال اللاعبين. هدف الآن اللي غادي يخلي الرصيد البيضاوي أنه يخرج من الدفاع، وبالتالي غنتابعوا ردة فعل ديالو في هذا الجو استثمار المرتدات الهجومية. تابعوا الفرصة من الجهة اليسرى بواسطة محسن علي بن رفع الكرة، فرصة فرصة راسية كأنه يجيبني على كيد الحديث اللي تحدث بأن المباراة لم تنتهي. تابعنا المغرب على طوالي كأنه نزل يعني الريتم ديال المباراة. إذا لفائدة فريق الراسينغ البيضاوي بعد تمريرة ممتازة وهدف أكيد بواسطة أيوب حلوم اللي دخل خلال هذه الجولة الثانية. نتابعوا في الوقت اللي قلت بأن المباراة ما انتهتش، لاحظوا التمريرة ديال محسن الربيبي وأيوب يضع الكرة في الشباك 1-1 لفائدة فريق الراسينغ البيضاوي. لاحظوا التمريرة ترفعات بشكل جيد والرأسية في المكان المناسب، تهزيم الحارس رضا بونقا. إذن أيوب حلوم يتمكن بتسجيل هدف التعادل لفائدة فريق، غادي يكون أول لاعب غادي يسدد في فريق الراسينغ البيضاوي اللي خدا الإشارة تاع العمادة. الوقت عادل زرق في حديث مع الحارسين رضا بولاقا وأمين الوعد. آخر التعليمات بالنسبة للحارسين قبل انطلاق ضربات الجزاء. كنقول أن الكل على أعصابه هنا بملعب ثانية رمل بيتي طوان. الجمهور اللي كله واقف يتابع يحاول انه يساند اللاعبين في الوقت اللي الراسينغ البيضاوي حاول انه يبهدو. اذا غنتابعوا اول ضربه جزاء محسن الريبي. جزاء ناجح بالنسبة لفريق الراسينغ البيضاوي. ضغط لاعب محسن الريبي اللي قدم إيضا على مستوى الدفاع وكذلك حتى على مستوى المساندة الهجومية. إذا البداية كانت بعميدي الفريقين بعد محسن الريبي الآن محمد مقعازي. إذا محمد مقعازي هو اللي غادي ينفذ ضربة الجزاء الأولى بالنسبة لفريق المغرب التطواني. إذا محمد مقعازي كنعرفوا ضربة الجزاء الأولى كتكون مهمة حتى تعطي الثقة لباقي اللاعبين. إذا محمد مقعازي أمام الحارس أمين الوعد. مقعازي ويسجل. إذا محمد مقعازي كذلك يتوفق في تسجيل ضربة الجزاء الأولى. الذي كيتوجه للكرة هو يونس بابولا مهاجم فريق الراسينغ البيضاوي. إذا
Idriss Bamboula. وجه لوجه مع الحارس رضا بولاغا. بامولا يضيع يونس بامولا يضيع ضربة جزاء التالية بالنسبة لفريق الراسينغ البيضاوي بعدما قدمت الكرة بالقائم. نتابعوا من جديد وحتى الحارس رضا بولاغا شاف نفس الزاوية والكرة تنتقم بالقائم. لاعب شاب نتمنى انه ما يتعثرش بهذا تضييع ضربة جزاء. ضربة الجزاء الثانية الراسينغ البيضاوي يضيع الآن فرصة أمام فريق المغرب اعتطالي أنه يأخذ عن التقدم في هذه ضربات الجزاء اللي غادي يسدد أيوب الكحل. أيوب الكحل أمام الحارس ضربة الجزاء الثانية لفريق المغرب اعتطواني. أيوب الكحل يأخذ المكان ديالو يستعد للتنفيذ ويسجل. إذن أيوب الكحل يسجل توقيع ضربة الجزاء الثانية لفائدة فريق المغرب اعتطوالي. التقدم الآن لفريق المغرب اعتطوالي في انتظار ضربة الجزاء الآن الثالثة لفريق الراسينغ البيضاوي. فوزي عبد الغني لاعب سابق لفريق المغرب اعتطوالي يواجه أصدقاء الأمس لاعب اللي كيد لعب مع عدد كذلك تجربة على مستوى الدوري البرتغالي. فوز عبد الغني حاضرة وهذا هو التمسك دابو الفريق الراسينغ البيضاوي. فوز عبد الغني ويسجل كما قلت بأنه الخبرة والتجربة حاضرة إلى جانب فوزي عبد الغني كتمكن من تسجيل هذه ضربة الجزاء. نفذ كذلك ضربة الجزاء ضيع واحدة المغرب الاعتطالي كلها صعبة الآن ضربة الجزاء الثالثة. إذا المهدي ولي اللي دخل خلال الجولة الأولى هذه فرصة وتدخل أمين الوعد وضربة جزاء ضائعة للمغرب اعتطواني. المهدي بالعروسي اللي قلت بأنه دخل كبديل خلال الشوط الأول ما كان حمزة حجي ما تمكنش من التسجيل وما تمكنش من توقيع الهدف. هو تدخل ممتاز للحارس أمين الوعد. قلت بأنه حارس نعتبروه من الآن واحد من الحراس اللي قادمين بقوة. إذن كل فريق نفذ كذلك ضربة جزاء ضيع واحدة. ضربة جزاء الرابعة بالنسبة لفريق الراسينغ البيضاوي هو اللي كيستعد تنفيذ ضربة جزاء. نذكر بأنه بالعروسي ضيع للمغرب التطوالي ويونس بامولا ضيع للراسينغ البيضاوي والتكافؤ من جديد يسيطر كذلك على ضربة الجزاء صراحة. إذا أشرف الزهير ويضيع تدخل ممتاز للحارس رضا بولاغا. أشرف الزهير اختار الزاوية اليسرى وريضا بولاغا كيدعم كيطلق الريضا ديال الجماهير التطوانية. تابعوا من جديد حتى أشرف الزهير ما
ساعد بشكل كبير لنفذ ضربة الجزاء. كنقول لك كبيرة من ما كانش حتى بالقوة الكافية صراحة لعيب أشرف الزهير على أين تضيع ضربة جزاء. والمغرب اعتطواني من جديد بإمكانه أنه يخوض التقدم. عادل حسناوي يقدم مباراة جيدة ولكن استعد الآن للتنفيذ. عادل حسناوي لو يسجل تتقدم للمغرب التطواني. عادل حسناوي يسجل. عادل حسناوي كيتمكن من تسجيل ضربة جزاء. الآن يمكن نقول بأنه الضغط كله على الرصيف البيضاوي. لو يضيع لو يسجل انتظروا فريق المغرب التطواني وضربة جزاء الأخيرة. الآن ديالو كواسي المدافع الإيفواري ولكن استعد لتنفيذ ضربة جزاء. ديالو كواسي ويسجل. ديالو كواسي يسجل وبالتالي ضربة جزاء الأخيرة. ضربة جزاء الأخيرة بالنسبة لفريق المغرب التطواني. يستعد لتنفيذ هذه ضربة الجزاء وجل وجب الحارس أمين الوعد. أمين الوعد هل يرسل الفريق إلى سلسلة ثانية أم إنهاء كل شيء؟ بالفعل يوسف بوشتا يسجل وتأهل المغرب التطواني الدور الربع النهائي. هنيئا للمغرب التطواني وكذلك حط أوفى الرصيف بدوري قدم مباراة. أكيد نشكر كل كيف زملائك.